حالا يا ابونا مروس، هو انا ما استاهلش كلمات المحبه والابوه والاخوه. ابونا مروس ابويا ودايما يشجعنا بمحبته وروح المتفائله وروح الشبابيه الحلوه. ربنا يديم كهنوته ويديم ابوته وكل اباء الكنيسه المباركين، اخواتي واحبائي كلهم. وانا ما استاهلش اكون وسطيكم، يعني دي دعوه كريمه. متى احنا بينا وجه معتاد، زهقتوا مني، قولوا لابونا زهقنا بعد. حلال يا ابونا مارس، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا النهارده عيد ايه؟ لو حد يقول العيد اللي النهارده عيد ايه؟ ايوه عيد نياحه القديس. ما محدش فاكر ومسكين، عشان هو مظلوم بقى لازم نتكلم عنه النهارده شويه. فهنقرا جزء يخص القديس يوسف خطيب العذراء او يوسف البار، كزوج برضه او كشريك يعني حياه او كرب اسره بالمفهوم البار البتول. يعني انجيل القديس متى الاصحاح الاول من عدد 18: اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. والمجد لله دائما أبديا أمين. الحقيقة أحبائي، زي ما قلنا أن هذا الشخص العظيم قديس يوسف النجار أو يوسف خطيب العذراء أو يوسف البار، يعني قليلا ما نعظ عنه أو نتحدث عنه، وهو شخص رائع بل أكثر من رائع. يوسف، علشان كمان إحنا في اجتماع الأسرة هناخده من منظور كتابي ومن منظور أسري. المنظور الكتابي أن هذا الرجل العظيم الذي خدم، يسموه الآباء خادم سر التجسد، مع ان اللي خادم سر التجسد هي العذراء، فقد شارك العذراء في هذا اللقب العظيم. مين هذا الرجل الذي كان يؤتمن على سر الله ان صح التعبير؟ بمعنى ايه؟ مين له هذه الامانه وهذه الشخصيه وهذا البر وهذه التقوى ان يؤتمن على ان العذراء بنت بكر بتول وهي حامل وفي حضنه في بيته، وهو يعلم تماما انه ليس هو صاحب هذا الحمل او ليس له دخل في هذا الحمل. طبعا دي قدرة كانت غير عادية. لكن تعالوا نعرف كتابيا من هو القديس يوسف. يقول لنا انجيل متى في الاصحاح الاول في سلسلة انساب ربنا يسوع المسيح ان يوسف هو ابن يعقوب. وبعدين في سلسلة أنساب المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 3 يقول لنا يوسف ابن هالي. وبعدين تطلع مشكلة كده صغيرة لازم نلاقي لها حل. يجي الناس الدارسين بقى والباحثين يقول لك طب هو ابن يعقوب ولا ابن هالي؟ هو في الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين كان في شريعة في العهد القديم اسمها شريعة إقامة النسل للأخ المتوفي، أو شريعة بيت مخلوع النعل. دي اللي كانت واضحة قوي في سفر الرعوس. إيه شريعة بيت مخلوع النعل؟ كان لما
يقول كده: إذا أقام إخوة معا ومات أحدهم فعلى الإخوة، الإخوة بالجسد طبعا، أن يقيموا نسل للميت، إحياء ذكر الميت، عشان لكي لا يمحى اسمه إيه؟ من إسرائيل. طيب يوسف كان يعني نتيجة الثمرة أو ثمرة من ثمار هذا النوع من إقامة النسل، فهو كان بالطبيعة الأب الطبيعي بتاعه يعقوب، الأب الشرعي بحسب المكتوب تسجل باسم هالي، فكان هالي هو اللي مات، وبعدين يعقوب دخل على مرات أخوه هالي فأنجب مين؟ فأنجب يوسف. السؤال الثاني: هل هناك صلة قرابة حقيقية بين يوسف وبين العذراء؟ تعالوا نشوف مع بعض. التقليد بيقول ان متان او متسان او متاسيا، ثلاث اسماء دول لشخص واحد، هما كانوا او هو كان اب لثلاث ابناء، يواقيم ويعقوب وهالي، الثلاثه. فيواقيم ده اللي هو والد العذراء مريم، فبالتالي هيبقى يوسف لانه هو ابن هالي او ابن يعقوب بحسب الطبيعه او بحسب الشريعه، هيبقى ابن عم مين؟ العذراء. التقليد هو اللي بيقول كده، لكن الاسماء فعلا وردت في سلسله الانساب. طيب هذا الشخص العظيم اللي هو يوسف، الحقيقه انا يهمني ناخد برضو المفهوم الأسري، أو كيف بدأت هذه الأسرة العجيبة دي. أسرة غير عادية، هنا في حدث غير عادي. العذراء تيتمت أو نزرت للهيكل في سن كم سنة؟ 3 سنين راحت الهيكل، وفي سن 6 سنين مات يواقيم، وفي سن 8 سنين ماتت حنة أمها، يبقى كده بقت يتيمة الأب والأم. طيب كملت سن 12 سنة ووصلت سن البلوغ، يعملوا فيها إيه؟ القصة معروفة إن هم جابوا عصي ناس مرشحين إن ممكن حد ياخد هذه الفتاة تتستر في بيته وتكمل حياتها، فطبعا وقعت القرعة أو جاءت أو أفرخت عصا يوسف أو جت حمامة كمان وأكدت الإشارة ووقفت على كتف يوسف نفسه، فآمنوا الكهنة أن العذراء تكون من نصيب هذا الرجل، وحدثت الخطبة أو الخطوبة. وكلمة الخطوبة في العهد القديم عايزكم تاخدوا بالكم منها كويس قوي، لأن في ناس مش فاهمة يعني إيه الخطوبة في العهد القديم. الخطوبة في العهد القديم وبحسب الشريعة كانت تدعى بعدها الفتاة امرأة فلان، فامرأة يعني زوجة، بالرغم من أنه ما فيش علاقة زوجية، لكن كان يعتبر عقد الخطوبة على أنه عقد زواج. وبالتالي كانت الشريعة، عرفنا الكلام ده منين؟ في شريعة في سفر اللاويين وفي سفر التثنية يقول إذا أخطأت فتاة مخطوبة فتعامل معاملة المتزوجة في الشريعة، وأي تصرف أو أي إقامة أو أي مسؤولية بيكون على عاتق الزوج حتى لو هذا العقد هو عقد الخطوبة. وبالتالي لقينا الملاك، مع انه الشريعة معروفة وده عقد خطوبة، بيقول له: يا يوسف لا تخف ان تأخذ مريم ايه؟ امرأتك. برافو، ان تأخذ مريم ايه؟ امرأتك. يبقى ده بيطلعنا خارج دائرة الاتهام ان العذراء كان يمكن ان تحبل او لا تحبل، فهو الحق الشرعي ليوسف ان يتعامل معها كزوجة، ولكنه لم يحدث. طب ايه دليل ان هو لم يحدث؟ الدليل هو انه لما اكتشف ان العذراء حبلة، وهو كخطيب او كزوج ملوش علاقة بالموضوع، وهو الوحيد في اليهودية كلها اللي عارف هذا السر، طب جابته منين؟ فكون انه اراد تخليتها ايه؟ سرا، اراد تخليتها سرا، ده دليل على بتولية العذراء، ودليل على ان يوسف لم يمس العذراء. طبعا في وقت القلق دوت برضو ربنا يعني ارسل الملاك انه يطمن يوسف ويقول له: يا يوسف ما تخافش، اللي هي حبلة بيدة
من الروح القدس. طبعا احنا بنحكي القصة بعد ما سمعناها مئات المرات واستلمناها من الكنيسة واستلمناها من الآباء وقرناها في الأناجيل. أنا عايز الواحد فينا والواحدة يرجع كده بالذاكرة أو يسيب النطاق الاجتماعي ده بتاعنا ويتخيل نفسه كده من 2000 سنة وده حصل معاه شخصيا، كان هيبقى موقفه إيه؟ وهنا بقى كمالية يوسف وبر يوسف. وهنا المنظور اللي حابب أتكلم مع حضراتكم فيه عن يوسف الزوج الصالح، يوسف الأب المحترم، يوسف الشخصية الفريدة، يوسف الشريك الحقيقي في الحياة. هناخد 3-4 سمات كده على قد الوقت ما يكفي. أولا هناخد ما هي سمات الزوج الناجح والأسرة الناجحة من خلال حياة يوسف البار أو يوسف خطيب العذراء أو يوسف النجار. هذا الرجل تميز بفضيلة تنقصنا جميعا تقريبا، اسمها فضيلة الصمت. فضيلة ايه؟ هنتكلم عن يوسف الصامت. هتقول عبارة او آية او كلمة او حرف نطق به يوسف في كل الاحداث اللي تمت في الاناجيل الاربعة. حد يعرف حاجة ولا انا ما اعرفش؟ مفيش حد عارفين حياته هي الكلمة، حياته هي الشهادة. انسان صامت رغم ما يحدث معه من عجائب. احنا عرفنا كهنة ربنا يعني اسكتهم بالقوة عشان ده كنوع من العقوبة، كاهن وهو زكريا. ليه بقى؟ لشكه او لعدم ايمانه ان ربنا هيحقق له امنيته بانجاب يوحنا المعمدان. اما هذا الرجل فكان كتوم على هذا السر العظيم، لم ينطق بكلمة، لم يذهب للكهنة، لم يذهب للهيكل، لم يذهب للفريسيين، كانت كل الطوائف اليهودية موجودة. وحد بيشتغل يعمل في صمت، عارفين الأب الناجح برضو يعمل في صمت، ما يشوشرش، مش بالزعيق، مش بعلو الصوت، مش بالنرفزة، مش بالشتايم، مش بالقوة. تحريك الحياة ونجاح الأسرة ونجاح الأولاد احنا فاكرين ان هي حجر صخر كده بنزق فيه عشان يمشي، أبدا. الأب الجميل والزوج الناجح هو أب صامت. أنا عارف الحتة دي ما بتريحش الأخوات شوية، الزوجات يقول لك هو صامت كده على طول، احنا عايزين يعني نخصصه كده شوية عشان نفسنا نسمع صوت. أنا ما أقصدش دي، طبعا للكلام وقت وللصمت وقت، ونتكلم حين يجب الكلام ونصمت حين يجب الصمت. لكن هنا في صمت نسميه الصمت المقدس، الصمت الهادي، الصمت العامل. ده هو بيشتغل وهو صامت اكتر من ان هو عامل دوشة. تعالوا شوفوا المواقف الصعبة. هل تعرض يوسف لمواقف صعبة؟ نعم. اول موقف صعب صمت فيه هو ائتمانه على هذا السر العظيم. لكن تعالوا نشوف كأب مثلا، انه حتى طبعا احنا فاهمين كويس قوي بتولية العذراء، وبنرد بقوة على ان العذراء دائمة البتولية، اي بارثينوس ماريا الدائمة البتولية. لكن حصل موقف زي حياتنا الطبيعية كده، في عيد من الاعياد واخدين يسوع صبي صغير وراحوا اورشليم، مش كده؟ وفي اورشليم في الاعياد زحمة، وبعدين يسوع انشغل مع معلم الناموس والشريعة وقعدوا يتحاوروا في الهيكل. الناس كلها كل واحد روح بيته ويسوع مش لاقيين ومفيش. 3 ايام يدوروا عليه، لدرجة ان العذراء بتقول ليسوع لما لقته هوذا ابوك وانا نطلبك ايه؟ معذبين. الآية الجميلة دي فيها لمسة جميلة في الأسرة، عارفين هي؟ رغم ان الأب صامت هو ما تنرفز، هو ما تكلمش، هو مع النفس يسوع كصبي، ما هو طفل عايش معاه بيكبر قدامه بيربيه، علمه النجارة، علمه الشغل، خده وراح الهيكل، داخلين اورشليم احتفلوا بالعيد، ما جاش بقاله كم يوم. طب بعدين العذراء بتقول ليسوع ابنها هوذا أبوك، وبعدين ايه الاحترام ده؟
يبقى الأب الصامت كان في مقابل ليه احترام العذراء وخضوع، والست اللي تقدر جوزها وتقدمه وتكبره مش تصغره. ده أنا مرات كانوا بيحكوا لي ناس يحبوا يهزروا كتير ويضحكوا كتير يعني، قالوا لي فالزوج بيشتكي أو الزوجة، يا رب الزوجة قالت لي أكتر قاعدة كرهاها في حياتي لما نبقى مع أصحابنا. فبقول لها ليه؟ قالت لي جوزي ما ورهوش غير يمسح بيا الأرض قدامهم ويفتخر عشان يضحكوا عليا. أنت بتصغر مراتك، بتصغر بيها، بتقلل منها، بتقل معاها، هتضحك وتنبسط وتضحكهم، بس بعد كده يضحكوا عليك كلهم، خلي بالكم. فالزوج الصامت الجميل زي يوسف كان يقابل بهذا الاحترام، هو ذا أبوك وأنا. طب هو يوسف كان أبو يسوع؟ أبدا، من رغم أنه اتقال عنه أليس هذا ابن إيه؟ ابن يوسف؟ أليس هذا ابن النجار؟ ها؟ صحيح اتولد في أو كان عايش في الناصرة، لكن في صمت انتقل من الناصرة إلى بيت لحم، وولدت العذراء في بيت لحم. عشان كده هننتقل لنقطة تانية في حياة يوسف الصامت، أنه يوسف الساتر. في فضيلة يا حباء اسمها إيه؟ الساتر. الزوج الشاطر الحلو الحكيم اللي عايز يبني أسرته صح يستر على بيته ويستر على مراته ويستر على أولاده، والزوجة الشاطرة كده تستر على جوزها. احنا ما عندناش نستر، احنا عندنا لبلب لبلب، عارفين لوك 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 ولا لبلب، اي حاجة بأي اللغات يعني، في لغات كتيرة كده. فعندنا كلام، الحق ده جوزي عمل، الحقوني ده مراتي عملت. ده بتشنع بيها ليه؟ استر عليها، علمها تستر عليك. يا بخت اللي يقدر يستر على اخواته. ده القديس العظيم ابو مقار قالوا له في راهب واقع في خطيه الزنا، والست اللي زنى معاها موجوده في قليته، الحق تعالى امسكنا في ذات الفعل يعني. قال لهم طب روحوا انا هبقى جاي، امشوا. راح طلع يجري على قليه الراهب المتهم دوت، وبعدين كلكم عارفين القصه الجميله دي، ولقى الست فعلا موجوده وشاف العمل بعينيه، راح مقعدها تحت مجور كده اللي كانوا بيخبزوا فيه القربان في الاديوره او العيش او الخبز يعني، وراح قاعد عليه وراح منادي الرهبان تعالوا انتوا ظالمين اخوكوا ليه، تعالوا فتشوا، ويفتشوا ومفيش حاجه ويمشوا ويمشوا ندمانين. ايه الستر اللي عملته ده ابو مقار؟ ايه الستر اللي عملته ده؟ قصه جميله مشهوره في بستان الرهبان بتقول ان كان في راهبين، انتوا عارفين الاديوره زمان كانت عايشه على شغل الايد، يعني الرهبان يشتغلوا الساعه في الخوص غيره، وينزل راهب او اتنين المدينه يبيعوهم، وبالتمن اللي بيبيعوهم بيه بيشتروا اكل او حاجات للدير ولاخواتهم الرهبان ويرجعوا. فكان الراهبين دول وهم في المدينه الشيطان ضحك على واحد منهم، وقع واحد منهم في خطيه الزنا، وبعدين مش قادر يحتمل الغلطه يعني، وقع، بس طلع يجري على اخوه ويقول له اخويا اللي الراهب زميله، بيقول له الراهب الكبير بيقول له يعني طب يلا احنا خلصنا شغل هنروح الدير. قال لا مش هرجع الدير. قال له ازاي؟ قال له انا غلطت وغلطت غلطه كبيره قوي، ارجع الدير اقول ايه؟ انا خلاص اتدمرت. قال له انت غلطت في ايه؟ قال انا وقعت في خطيه الزنا. قال له زي بالظبط، ما انا كمان وقعت، طب نعمل ايه؟ ما نروحش الدير؟ قال له لا احنا لازم نروح عشان نتوب. وخد اخوه طلع الدير، تعال نروح لرئيس الدير او اب اعترافنا ونقول له. راح له الكبير وقال له معلش احنا غلطنا وغلطنا غلطة كبيرة، ادينا قانون نتوب عشان ربنا يرحمنا، احنا ما نستاهلش نيجي الدير تاني. وبعدين رئيس الدير كان راجل حكيم شوية، فعايز يديهم فعلا عقوبة، فبنوا لهم كده اوضتين كده بعيد عن الرهبان، ما طبعا دول بقوا ايه وصمة عار يعني، فبقينهم بأوضتين كده من غير سقف ومن غير بيبان ومن غير شبابيك في البرد والحر والجوع، قرفوهم يعني. كويس؟ عدى يوم، عدى اتنين، عدى تلاتة، عدى شهر، وبعدين يجي صوت من السماء لرئيس الدير والرهبان يقول له إني غفرت لكم، غفرت لهذا الراهب خطيته الشنيعة من أجل أخوه اللي سطر عليه وعاش معاه طول المدة دي،
عشان يعيشه في حياة التوبة. كان راهب بس اللي غلط، التاني اللي قال له انا غلطت زيك ما كانش غلط، كان بار. قال من اجل بر وستر هذا الراهب غفرت للراهب اللي اخطا. احنا نحتاج ستر يا احبائي، احنا حافظين كلام في كورنثوس الاولى 13 يقول ايه؟ ها؟ المحبة ايه؟ تستر كسرة، مش كده؟ وتستر كسرة من الخطايا. مين فينا بيستر على غيره؟ ده احنا ما بنصدق، ده احنا بنتلكك عشان نلقط اخطاء بعض. ده في ازواج وكده ولا زوجات شطار قوي، يجيبوا ورقه وقلم ويقعدوا يكتبوا ده عمل ده عمل ده عمل، والتاني يجيب ورقه هي عملت 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 لا نزلها على الفيسبوك، ودلوقتي بينزل على الفيسبوك. اللي وجعه حاجه من مراته ينزلها بوست، اللي وجعها حاجه من جوزها تنزله بوست. ايه اللي حصل يا جماعه؟ فين المسيحيه اللي بتستر؟ ده احنا بنقول عن المسيح صعد الى الصليب ها عريانا لكي يكسونا بثوب ايه؟ بره، الستر. يوسف كان ستر كبير قوي. واحلى صلاة احنا بنصليها لربنا بنقول له نشكرك يا رب لانك ايه؟ سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك. يا ريت يا احبائي نتعلم من يوسف في عيده النهارده القديس العظيم فضيلة الستر. كان في مرحلة لو شك فيها كان لخبط الدنيا. كان في وقت بداية الحبل الإلهي قبل ما يظهر له الملاك كان ممكن يطرد العذراء. عارفين لو اتكلم أو لو ما سترش الفترة الصغيرة دي قبل الملاك ما يظهر له كان هيحصل إيه؟ تعال نمشي. حسب الشريعة وحسب القانون. رجم على طول. امرأة حبلى مش من رجلها. أو فتاة حبلى مش من رجلها. يبقى ايه؟ الشريعة على طول تحكم بالرجم للعذراء. وهذا لم يحدث. وهنا الستر الالهي ان اختار رجلا يستر كيوسف. طبعا سن يوسف ما كانش صغير، انا معاكم يعني كان بحسب التاريخ يعني كان كبير في السن. في تواريخ بيذكروها المؤرخين يقول لك قعد 40 سنة متزوج، 40 سنة بدون زواج و50 سنة متزوج، وال16 او 19 التانيين اللي هم الطرام فترة الفترة اللي هي عاشها مع العذراء ومع يسوع الى ان تنيح بسلام، يعني تنيح في سن كبيرة. طبعا هو صحيح كان انسان حكيم، كان انسان صامت، كان انسان كمان ساتر ساتر. ننتقل لنقطة ثالثة مهمة قوي في حياتنا الأسرية وهي نقطة الأمانة. يوسف كان أمين يا حباي. الملاك يقول له تطلع من بيت لحم أو تروح تكتتب في بيت لحم، حاضر. الملاك يقول له خذ امرأتك، يقول له حاضر. اذهب إلى مصر، يقول له حاضر. تبع أعدائك خلاص ماتوا، الذين يريدون أن يقتلوا الصبي قد مات، ده ارجع لأورشليم، حاضر. ارجع لفلسطين، حاضر. كان امينا حتى في كل الظروف. يوسف عاش ظروف صعبة. انا بقول لكم حكاية السن انه كان عجوز قوي وكبير قوي. الناس الكبيرة في السن احتمالها بيضعف، يعني الاحتمال بيقل، فالتعب بيبقى بسرعة، يتعب بسرعة. ومع هذا هتولي كده من الاثبات العقلي والعلمي والصحي ان يوسف ياخد رحلة من فلسطين الى مصر ماشيا على اقدامه. ما هو اللي ماشي، اسف يعني مش العذراء ويسوع راكبين على الحمار. هو خد الطريق ازاي؟ انتم متخيلين السن والوضع وبعدين ليس له قوة وعضلات انه لو طلعوا عليه شوية حرامية ولا قطعين طرق في الطريق هيبهدلوهم كلهم. ومع هذا لم يخف، كان قلبه امينا مع الله، ما بيخافش من حاجة. ربنا يقول له اعمل، يقول له حاضر امين يا رب. يا سلام. الانجيل بيقول نقول له امين يا رب. الكنيسة تقول نقول امين يا رب. في قوة. هنا سر القوة، انه كان انسانا امينا، امينا على العذراء وعلى حياة العذراء طبعا انسانيا، امينا على الطفل المعجزة الكبرى في تاريخ البشرية كلها وهي تجسد ابن الله. فهذا الرجل الامين في حياته
استطاع أن يعبر مواقف ويعدي أحداث لو حد كان مكانه كان صعب أن هو يصدق أو أن هو يكمل الرحلة العجيبة دي. ويمشي يوسف وينزل لمصر، وبعدين طب إيه اللي عذبه؟ يطردوا من قرية يروحوا التانية، من بلد يروحوا التانية. عارفين إحنا المصريين الفراعنة، ما إحنا السهلين يعني، فضلنا ندحرج فيهم كده شوية بشوية لحد ما وصلناهم فين؟ درونكا وأسيوط والقصية ومير والحتت دي. هم ما راحوش بمزاجهم، ده طرد من مكان لمكان، ده يدخلوا المكان تتم النبوة، ها وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى إيه؟ إلى أرض مصر، فتهتجف أوسان مصر في وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. إشعياء يقول كده. ولأن هذا الرجل كان أمينا مش بس في تحمل التعب، لكن كان أمينا حتى أنه تمت على إيديه 3 نبوات في الكتاب المقدس. أول نبوة قالها إشعياء، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه إيه؟ فالعذراء يعني حبلت وولدت على يديه، شهادة أمينة وشخص أمين. أيضا تمت النبوة أن هو وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، دي كانت النبوة الثانية. ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، ده جميل لأنه هو كان فعلا في نفس أماكن العائلة المقدسة جبل قزقان. لكن كمان تمت نبوة أنت يا بيت لحم يهوذا لست الصغرى بين رؤساء شعبك، فمنك يخرج مدبر يرعى شعب. ميخا النبي هو اللي قال كده. تم ازاي؟ بسبب يوسف. ليه بقى؟ لان ارتباط العذراء بيوسف، هو كان يعيش في ناصرة الجليل، فلما يرجعوا ناصرة تتم النبوة رابعة كمان، ويدعى ناصرين هو ذا الرجل الغصن اسمه. يقول كده في هوشع 11:1. ايه اللي قاله هو ذا الرجل الغصن اسمه؟ الغصن في العبريه نزر او نتصر، فالغصن ده اللي هو المسيح نفسه. هو ذا الرجل الغصن اسمه يخرج ويبني هيكل الرب. النبوه دي تمت على انه النصر او ناصره، بعد كده ان هي ناصره الجليل فيدعى ناصرين. عشان كده الكتاب لما بيقول كانوا في ناصره رجعوا لناصره الجليل كي يدعى، كي يتم المكتوب انه ناصريا. وبعدين يتولد ويتم الاكتتاب في بيت لحم، لو انت يا بيت لحم يهوذا لست الصغرى. فمين هذا الرجل الامين الجميل الذي يؤتمن حتى على ان تتم في عهده وفي شخصه ومعه وتحت نظره هذه النبوات الجميلة؟ الصفة الرابعة في يوسف يا حبايبي ونحتاج اليها كازواج وكاسر، وهي صفة الاحتمال التحمل. يبقى خدنا الصمت، الستر، الأمانة، مش كده؟ الاحتمال أو التحمل. إحنا وصلنا الأيام نقول أوف إيه، محدش محتمل حد، أوف الزوجة عملت وعملت، أوف ده هو ما بيعملش وما بيعملش، مفيش نقطة بيضة نقولها، مفيش كلمة شكرا لحد بيتعب، مفيش سلم إيديكي على وقفة في المطبخ بقالها ساعتين، لا ده ناقص شوية ملح الأكل. وكارثه واقلب الطبق. مفيش انت ما بتبطليش طلبات، انت ما بتعرفيش، انت انت انت. هنا التحمل حتى لو طرف ضعف، على الطرف الثاني نشيله. الحياه الزوجيه حياه شركه، حياه احنا بنقول كلام في الوعظ في الخطوبات، يا سلام جو الخطوبه لما حد يتقدم لوحده ولسه بيتعرف، ملائكه طايرين كده وتقول له على الحلوه وعلى المره وعلى مش عارف ايه. طب يجي اول موقف كده، ايه ده كان يوم مش عارف ايه. وبعد 20 سنة زواج ابونا مرقص يعني يحكي لنا بقى الاعترافات، يعني بعد 20 سنة زواج لو حصل بس كده، يعني مش عايز اقول شوية ملح زادوا في الطبخة ولا بتاع، ده من يوم الخطوبة كان بخيل، ده ما دخلش عليا بوكي ورد، ده انا مش ناسي يوم الفرح حصل ايه، حرام ده انا مش عارف وقفت على طقم مشروبات وحاجات كده. افتكرته بعد 20 سنة، بعد 20 سنة انه ما حصلش، حصل تقصير. فين الاحتمال؟ فين الحلوة والمرة اللي بتتفوا عليه؟ و...
الحياة يا حبايبي هي شركة محبة وشركة احتمال. نتقاسم ونرضى ونشجع من فضلكم. شجعي جوزك، كبريه، ارفعي منه، احتمليه، هو كمان هيحتملك ويحتمل ضعفاتك، لان كلنا بشر. مين فينا؟ انتوا فاكرين ان في حد كامل؟ احنا مرات نعجب بحد بس ما يكونش شريك حياتي. بيجينا الاسئله دي كتير، يا ده لو كان شريك حياتي كنت هبقى اسعد من كده بكتير، او لو كانت دي شريكه حياتي كنت هبقى. ابدا، انتوا بس بتاخد الجانب الخفيف كده من بره بره. كل الحياه مليانه ضيقات ومليانه صعوبات، واحنا مش احنا ماشيين على ارض مشوكه، لكن بالمسيح تبقى جنه، بالمسيح نعمل بيتنا فردوس، بالمسيح نحتمل بعض. وكل ما تزداد الضيقات كل ما يبقى يتجلى المعدن بتاع الانسان. تعرفين الحياه السهله دي، ما احنا كلنا حلوين مبسوطين، ما الحياه حلوه، لكن لما تيجي ضيقه او تجربه هنا بيبان ايه بقى الاصل. وعلى الاصل ايه؟ ما انتوا حافظين ايات الكتاب اهو. ربنا يبارك حياتكم. اربع صفات جميله اتاملوا فيهم عشان انا طولت عليكم. يوسف الصامت، يوسف الساتر، يوسف الامين، يوسف المحتمل. ربنا يبارك حياتكم ويدينا بركه القديس العظيم قديس يوسف خطيب العذراء البار لالهنا المجد والكرام الان والابد امين. بنشكر من القلب ابونا الرائع ابونا ماركوس ناشد ملاك كنيسه العذراء النزهه الجديده، استاذ بالكليات الكليريكيه والمعاهد الدينيه. نشكرك يا ابونا على محبتك وتشريفك والكلام الحلو اللي سمعناه، ويا ريت نفتكر في بيوتنا عندنا اربع صفات احنا عارفينهم بس لسه ما شغلناهمش في بيوتنا. نتمنى الصمت والستر والامانه والاحتمال. الاحتمال دي استاذن ابونا خليها اول واحده، خليها اول واحده عشان لما يكونش ما فيش طبيخ في البيت نحتمل برضه. كل سنه وانتم طيبين. اجتماعنا ال11 السنه ال11 الاجتماع المتزوجين. كل سنه وانتم طيبين وربنا دايما يجعل الايام كلها في احسن ما يكون. اعلن اعلان اخير عن رحله نيليه هيقوم بيها كورال قصارة فرح بتاع ولادكم. اللي حابب يشترك فيها، التحرك الساعة 4:30 والرجوع يوم 10، الرجوع 10 مساء يوم 14/8 يوم الأربعاء. الاشتراك رمزي، اللي حب يروح الأخ سامح بره أو الأخت رهام موجودين في الخارج اللي حب يسجل اسمه. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يدينا دايما ايام مقبوله وايام فرح، ويدينا دايما ان احنا نبقى واثقين في عمله معانا. ربنا يكون معاكم. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد من الان والى الابد امين. محبه الله الاب، نعمه ابنه الوحيد، شركه موهبه عطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ان عشنا وكان لنا عمر، الشهر اللي جاي 6/9 الجمعه هيكون معانا نيافة الأنبا رفائيل. يا ريت نبلغ بعض من دلوقتي، نعيشنا ونيجي ناخد بركة سيدنا. سيدنا الأنبا رفائيل هيكون معانا الجمعة 6/9. كل سنة وانتم طيبين.